في جمله يا كابتن وليد من ساعه ما وعيد على الكوره، من ساعه ما كنت بتفرج عليك كابتن وليد وكابتن احمد ايوب في الملعب بسمع الجمله الشهيره دي: امتى بقى نفتح باب الاحتراف؟ امتى بقى الانديه تسيب لاعبيها؟ امتى بقى الانديه تطلع لعيبه؟ امتى ما نتكلمش اللي كابتن احمد قاله دلوقتي انه الدوري يبقى منتظم؟ انا مش فارق معايا الدوري، هو الدوري السنغالي منتظم ولا الدوري السنغالي ده دوري قوي؟ مش دوري قوي، بس هو اصلا في لعيبه في قاعده بره في اوروبا شغاله، بس هو المنتخب كله قوام من بره. بالظبط، انا نفسي بقى يبقى عندنا قوام من بره وساعتها مش هفكر. يبقى في يعني القوانين واللوائح اللي تسهل العمليه دي. بالظبط كده، هو ده بقى لك بس اقول لك يا كابتن امتى نشوف بقى. بس انا فاكر كل اخفاق لا قدر الله يعني نقول نفس الكلام، امتى نفتح باب الاحتراف؟ طب ايه الاليات؟ نعمل ايه؟ ما هو برضه هي خطوه من الخطوات اللي احنا عايزين نحسن الكره بتاعتنا فيها. انت سالت سؤال مهم جدا، ان انا مثلا في منتخب مصر فاقد مراكز معينه مثلا. طب ما تيجي نفكر بره الصندوق، ليه مثلا ما نقفلش على نفسنا سنتين ثلاثه نقول مثلا ما فيش محترفين خالص في مصر مثلا، ما يجيش محترفين عيال، ما يجيش محترفين خالص، واقفل علشان اعرف اطلع قاعده من الناشئين. انا النهارده عندي مشكله مثلا في الباك ليفت في الراس حربه. راس حربه تبص تلاقي كل لما تروح حته تلاقي لعيب اجنبي، يعني مثلا بيرسي تاو في النادي الاهلي، يعني ممكن هو محمد شريف لكن بيرسي تاو خد مثلا من اول السنه. تروح الزمالك تلاقي سيف الدين الجزيري، تروح مش عارف الاسماعيلي، تروح الانبي تلاقي ابوكا، تروح ممكن ما تلاقيش فيرود، لدرجه ان احنا خلاص انت عندك مصطفى محمد سنه صغير هو مروان حمدي. فالفكره في ايه؟ تعال نفكر بره الصندوق. طب هتقول لي اصل ما انجلترا، كل ما انجلترا حاجه، خلينا نعمل تجربه لينا احنا. النهارده انا بجيب لعيب اجنبي عنده 20 سنه محدش عارفه خالص، بجيبه برخص التراب ب 5000 دولار واقعد امرنه وامرنه وامرنه واديله شغل لغايه لما الولد ده يبقى مهاجم رائع، وقافل على الناشئين عندي مثلا. انت بتتكلم على الاحتراف، طب انا لما بيجي اي احتراف لاي ناشئ في الاهلي او الزمالك بيقولوا 2 مليون دولار و3 مليون دولار، فمحدش هياخده. وفي المقابل انت جايب لعيب افريقي سنه صغير 19 20 سنه ب 5000 دولار ب 10000 دولار، وده حصل لنا كلنا، يعني جبنا ناس زي كده في كل الانديه. فانا رايي نفكر بره الصندوق، وفي نفس الوقت هي برضو تاني خطوات. ايه اللي انا ممكن اعمله في لائحه او في قانون؟ والله النادي اللي يجي للعيب احتراف انا هعمل له بونص مثلا كذا، انا هديله من اتحاد الكوره لعيب مثلا يأيده زياده، انا هديله مثلا اعاده بيع وهكذا. يعني لازم يبقى فيه تفكير. كابتن وليد تسمح لي ناقشك في موضوع وكابتن احمد يشاركنا في الامر ده، فيما يخص المحترفين اللي بيجوا لنا من بره، فكره الاستيراد اللاعبين. حضرتك قلت انه نقفل شويه ونسيب اللعيبه، بس احنا لما قفلنا ساعات قبل كده على 2 و3، مره يقول لك هيبقى 2 محترفين بس، مره يقول لك 3، مره يقول لك الرابع من شمال افريقيا، ما بيحصلش فلسطين مش فلسطين وما بيحصلش ما بيحصلش تطور لمنتخب مصر بشكل او باخر. وبرضه بنرجع للجيل بتاع 2006 و2008 ما احنا كسبنا بالمحليين. طب ما اللي بره الصندوق بقى يا كابتن وليد، بس كان عندنا بطوله منتظمه في التوقيت ده، كان عندنا بطوله منتظمه. ما افتكرش، لا يعني لا، كان في بطولات، البطوله كانت منتظمه في الدوري في الدوري بس خلينا كمان في الكوره ما ناخدش قاعده. الكوره ما فيهاش قاعده. أيوة. يعني انا ما يجيليش جيل خلاص ده جيل مثلا تريكا وبركات المحلي بس هو اللي يلعب معانا، يعني ما تاخدش جيل كقاعده. صح، لا، ما انت بتحاول تعمل الصح وبعد كده المردود هيجيلك. يعني هي فكره ايه؟ انا النهارده ما انا عندي السوق بايظ في الكوره في مصر، يعني انا دلوقتي بجيب لعيبه خمسه، يعني نص فرقه، كل نادي عنده نص فرقه واغلبهم في الجزء الامامي. انت بتلاقي فرق الديفندرين بالثلاثه اللي قدام كلهم اجانب، معظم الفرق ما فبالتالي لا، انا قافل قفله جامده جدا على اللعيبه الناشئين. وانت بقى لو شفت الناشئ ده وقارنته باللعيب اللي انت جايبه صغير هتلاقي المستوى واحد. انا ما عنديش مشكله، ممكن اقطع بس احنا في مصر مانعين احتراف الحراس المرمى. انت عندك عندنا 10 عندك كم؟ عندنا 10 دلوقتي، عندك في حراس المرمى مميز، يعني الشناوي وابو جبل وصبحي وكلهم في البطوله، يعني هم يعني مش عاوز طبعا يعني اقول ان حد مقصر، ولكن اكتر ناس كانت بارزه في البطوله الافريقيه حراسه المرمى. والشناوي النهارده كان عظيم، والشناوي النهارده انقذ. فانت انت قافل، فانت كدوله
تقدر تحط اللوائح اللي تناسب ظروفك انت. يعني انت ليه قافل على طب انت ليه قافل على حراسه المرمى ليه من فتره طويله؟ ليه مش فاتح انك تقدر تجيب من بره حراسه المرمى ليه؟ ما انت خدت قرار لقيته صح. لقيته صح وبعدين انت جنيت يعني مثلا انجلترا هو في حد ينفع يحترف في الدوري الانجليزي غير لما يكون لاعب مش عارف 75% من مباريات منتخب بلده؟ بس في فرقه في انجلترا معظم مش معظم كل الفرقه مش انجليز. كويس ما ماشي بس ما برضو ده رولز داخل الاتحاد يعني لازم عدد معين من مباريات مع المنتخب مثلا بلد. منتخب فرنسا قوي جدا ومنتخب فرنسا ما عندوش لاعب من الدوري الفرنسي بس علشان هم عندهم قائمه مفتوحه بيأيدوا ب 40 و50 لعيب وقصه مختلفه تماما عننا. يعني انا قصدي انت تعمل حاجه خاصه بيك. طيب زي ما احمد قال مش لازم اقلد حد يعني انا ظروفي ايه الخاص بقى الخاص بتاع كابتن وليد وهناقشه في الجمله دي وده ده ده, ده طرح ممكن يبقى غلط تماما بس بما ان حضرتك قلت نفكر بره الصندوق ما نفتح مره الاستيراد والتصدير. يعني الاول ايه قول لي روح استورد اللي انت عايزه انت كاهلي او زمالك خد اللعيبه اللي انت عايزها من بره في المقابل هتضطر تستغنى عن اللاعبين من عندك باسعار قليله. ما انت هتجيب لاعب اولا انت هتظبط السوق الارقام اللي بتدفع هنا 30 و40 مليون. انا عاوز اقطعك بس هنا اقول حاجه. طب اتفضل يعني معلش طبعا يعني لا طبعا لا ابدا يا كابتن انا لازم اربط ده ان انا يبقى عندي لكل نادي ميزانيه. وانا دلوقتي انا عندي نادي انا هفتح لكل الانديه تمام كده وهمشي معاك في السكه دي بس انا عندي في نادي يقدر يشتري ونادي ما يقدرش يشتري. صح. نادي يقدر يشتري 20 30 لعيب ويخزن ونادي ما يقدرش يجيب 3 4 لعيبه. يبقى الاول افكر ان عشان يبقى في عداله يبقى انا عندي ميزانيه لكل نادي وتارجت اقدر اشتري بيه. يبقى انا هقول لو هشتري بقى انا عندي مثلا يعني عندي النادي السنه دي هشتري ب 100 مليون انا مش هقدر اجيب كل اللعيبه ب 40 مليون اديله 40 مليون في السنه و 30 مليون في السنه لا لو انا محتاج مثلا 2 لعيبه سوبر قوي هجيب لا 2 لعيبه سوبر قوي مثلا ب 20 مليون هيبقى فاضل 60 مليون هجيب مثلا ب 10 مليون باك ليفت ومش عارف ايه فاقدر اوزع فلوسي على اللعيبه والمراكز اللي انا محتاجها مش ان انا ما اسيبهاش مفتوحه يعني صعب اسيبها مفتوحه لان كده ما فيش عداله لما احقق العداله هيبقى في تنافس لما في تنافس هيبقى في والمنافس التنافس يبقى حقيقي هقدر يبقى عندي يعني منافسه حقيقيه يبقى عندي لعيبه فعلا بتساوي المقابل الحقيقي اللي بتاخده انما احنا بنشوف فروق كبيره جدا في الاسعار مش عشان اللعيب علشان اسم النادي يمكن اسم النادي هو اللي بيعمل السقف ده في بعض الاحيان فانا ده رايي انا لو في ميزانيه حقيقيه والاتحاد يقدر يعملها للانديه دي هتحقق نوع من العداله ويعني واللعيبه تقدر تنتشر في انديه كتير يعني عظيم. ما هي فكره شركه كره القدم هي ما هو انت نادي هاوي او نادي محترف في اللي بيقوله احمد ان انت بتبقى بتفصل كره القدم عن النادي فبيبقى مثلا زي ما النادي الاهلي دلوقتي بيعمل شركه الاهلي لكره القدم شركه الزمالك لكره بس هي الفكره تاني على ما نعمل الكلام ده انا عايز اخد خطوات يعني على الاقل اظبط بيها الكره المصريه بيسموها خطه قصيره الامد وخطه طويله الامد انا عايز لو اشتغل واحده قصيره تبدا تشغلني شويه برافو عليك ابني عليها الطويل الخطه الطويله اللي هي فكره ان كل الانديه تقلب شركات كره القدم يبقى كل شركه بتطرح اسهم في البورصه بتبتدي انت النادي الاهلي مثلا ميزانيه مليار النادي مثلا الثاني ميزانيه نص مليار النادي الثالث 300 مليون النادي الثاني 100 النادي 50 كل نادي بيشتغل زي بقى ما احمد بيقول بقى هنا التفاصيل على الجزئيه بتاعته انا ما اقدرش اجيب لعيبه غير في الحدود دي لو جبت دول يبقى لازم ابيع قدامهم دول النهارده الاتحاد الدولي بيعمل حاجه كويسه جدا اللي هي تنظيم الاعارات في العالم كله بالزبط. ودي حلوه جدا طبعا. جدا ليك عدد معين من الاعارات هم هيظبطوا لنا السوق بتاعنا صح. اللي هو اصلا ماشي غلط أيوة. يعني انت النادي هنا مطلع 15 20 لعيب اعارات وهنا 5 وهنا 6 وهنا ده غير ال 30 اللي متأيدين بالزبط. وفي نفس الاعارات ممكن يقول لك دول ما يلعبوش ضدي وفي اعاره يعني يعني تبص تلاقي فيه فهو بدا يظبط الاعارات في العالم كمان قال لك كمان الاعاره هي سنه واحده برافو يعني ما ينفعش انت كنادي تقول ايه انا هاخده سنتين صح. وتكتب في العقد اصله شرط ممكن يرجع لي بعد الكلام ده مش موجود خلاص هو سنه برافو عليك في بند تاني مهم جدا جدا اللي هو ما ينفعش تعير من نادي لنادي تاني غير ثلاث لعيبه لا وفي يعني ما تفتحش الموضوع ابقى انا مديك صح. مثلا 7-8 لعيبه فانا خلاص يعني كسبان الماتشين اللي مش هيلعبوا الكلام ده بص
لو في الاهم انه بقى انت ما ينفعش تعيل لاعب مثلا انا نادي سين ما بعتش النادي صاد فصاد عايز يعيل اللاعب دوت بقى النادي ضاد. أيوة مفيش بالزبط. الكلام ده انت هو صح. عندك بس مش هينفع يعمل بعد كده يا نص موسم لو جاي في يناير يا سنه لو سنه كامله من اولها لاخرها وتنظيم كل شويه هتقعد تنزل لغايه لما يعني يبقى اضيق الحدود. فقصدي ان الخطوات دي سيبك بقى من احنا ناخدها في الكره المصريه علشان احنا نتحسن. أيوة. لكن احنا لو فضلنا انت بالانديه ضغط الانديه على الاتحاد او على الرابطه فهيعمل ايه؟ يقول لك ايه لا ده انا عايز الاجانب السنه الجايه 6 ده انا عايز اللي بعدها 7 هتبص تلاقي كل فرقه جايبه احسن 7 لعيبه من بره. فمش هيبقى طب فين منتخب مصر النهارده؟ انت في باك رايت بيلعب في منتخب مصر ولا عمر كمال باك رايت ولا اكرم توفيق ربنا يشفيه باك رايت ولا امام عاشور باك رايت ولا زيزو باك رايت وعمر جاب نفسه لاعب وسط ملعب بس متوظف من فتره باك رايت. يعني قصدي ان انت هتقعد ينقص منك مراكز لمجرد ان انت في الدوري المصري جايب لعيبه اجانب. طيب انا ما عنديش مشكله بس اظبطها. يعني اقول مثلا انا موافق ان اللعيب الاجنبي ده لازم يكون مثلا سعره يعدي ال 100000 دولار يكون مثلا لاعب مع منتخب بلده يكون مثلا في سن معين فوق مثلا 23 سنه لكن ما تجيبليش لعيب 18 و19 سنه ب 5000 دولار وتقعد تديله في ماتشات ومدربين كبار يمرنوه ويموت لعيب عندك وانت مقفل على لعيب في الناشئين عندك. نفسي اقول رايي في القصه دي بقى يا كابتن وحضرتك تعاملت مع قطاع الناشئين وحضرتك كابتن احمد تعاملت مع قطاع الناشئين. النادي الاهلي لسه مطلع 2 لعيبه في الشيك اعاره. النادي الاهلي لو عنده فرصه انه يروح يشتري لعيبه اجانب تاني زياده هيسيب الاثنين لعيبه دول يبيعهم تمام. ويمشوا طريقهم في اوروبا نفس الامر بالظبط كده نفس الامر نادي الزمالك نفس الامر نادي الاسماعيلي وانبي والمقاولين كل الناس اللي بتقطع الناشئين فهيطلعوا الناشئين بتوعهم باسعار قليله عشان هعرف اشتري مكانه. القصه بتاعت حراس المرمى اللي حضرتك اتكلمت عنها وكلمت الكابتن احمد اتكلم عنها مواليد حراس المرمى عندنا يعني كل النادي بيمسك في حارس المرمى بتاعه. محمد شناوي الاهلي مش هيسيبه لو جاله عرض ب 50 مليون دولار مش هيسيبه ونفس نادي الزمالك بنفس الامر عشان انت قافل الاجانب. لكن انت لو قلت للاهلي دلوقتي انا هاخد منك محمد الشناوي اطلعه بورتو في البرتغال هيقول لك اوكي موافق بس اجيب واحد من افريقيا عشان ما فيش في السوق اقدر اجيب واحد. فانا اقصد انه برضو الاستيراد ده هيفتح لك باب للتصدير. لكن طول ما انت قافل على نفسك السوق اولا السوق بيغلى كمان ما انا دلوقتي ما عنديش غير نفس البضاعه فغاليه ما هو عشان قليله. لكن لما انا هفتح هطلع بره والانديه اللي في الوسط كمان هتستفيد من اللعيبه يعني مثلا بعد اذنك انا اسف ان انا اتكلمت كده انه مثلا محمد مجدي قفشه لو محمد مجدي قفشه واحد من نجوم الدوري لو الاهلي عارف يجيب لاعب رقم 10 فمحمد مجدي قفشه ده ممكن يبقى في نادي في وسط الجدول نادي اللي في وسط الجدول ده ممكن ينافس على الدوري محمد مجدي قفشه قدام النادي الاهلي تمام. فانا كمان بدي الانديه اللي في الوسط دي لعيبه بكواليتي عالي فهظبط المسابقه فهي ليها تفاصيل. وده اللي انت قلته يا كابتن وليد انه ممكن نطلع بره الصندوق نغير بس يمكن صح. الفكره اللي هي بتاعت انه احنا نقفل دي ما جابتش نتيجه بقالنا كتير بنقفل علشان كده لازم يبقى طبعا الناس المسؤوله في الاتحاد لازم يعني تقعد واكيد هم بيقعدوا شايفين زي ما احنا شايفين اكيد هم شايفين شايفين احسن مننا كمان وشوف ايجابياته وسلبياته ويشوف الايجابيات والسلبيات ويفكر بره الصندوق زي ما مواليد بيقول ايه اللي نقدر نعمله لصالح الكره المصريه الفتره الجايه. في يعني في اقتراحات كتير ويقعدوا مع اهل الخبره بس المهم لما يقعدوا مع اهل الخبره ويقولوا اقتراحات ويقولوا المشوره يعني ياخدوا منها. انما يعني المعتاد ان في وقت الازمات ووقت الكبوات بنجيب الناس الخبره ونقعد معاها وناخد رايها وفي نفس الوقت انت خلاص برضو بتمشي في التارجت بتاعك والهدف بتاعك وبتعمل اللي انت عاوزه يعني.